يعني هو يطرح للجميع من النزاع الإشوي من العرش خلال هذه الفرصة لعقد الدورة الخامسة للجسد وكان حركة إلى عرش وزان والبنيس العرش نجتمع اليوم من أجل تقييم حصيلة عمل وكالة العربية لعرش وزان للسنة القصيرة واستشراف برنامج عملها للسنة الحالية والسنوات المقبلة. فإننا نتمنى أن يكون هذا اللقاء حافزا أساسيا لنا جميعا لتكثيف الجهود ومواصلة العمل له خدمة المسلمين به. بالنظر إلى هذه القاعدة التاريخية وإعداد ورقة من سيرة دقيقة لمسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ بشكل رافع الأساسية ودعامة لتحقيق التنمية اليقين وإيجاد الشك فيه فإن وزارة إعداد ورقة وتعبير الإسكان سياسة المدينة تبع دورا محوريا من خلال مصالحها على صعيد الإقليم العريش وذلك من خلال انخراطها في مجموعة من المشاريع ودراسات المجال التي تهيئت به مختلف مدن ومراكز الإقليم. ولعل نجاح هذه الدراسة وخاصة أن تعقيد الوثائق التأمير التي تشكل الإطار القانوني والمرشحي لجميع التدخلات مختلف الفاعلين رهينة لمدى تشخيص هذا الطريق للواقع وذلك حتى تكون قادرة لتنفيذ مقتضياتها وتصوراتها مساعدة للجماعات الترابية على تحديد النسيج العمراني وتسهيله لمشاركة كل القطاعات المالية وذلك برغبة تبني تخطيط عمراني وهندسة معمارية تخوض بعين الاعتبار خصوصيات محلية لإعطائها طابعها المتميز متفادي اعتماد السلوك يقوم بشكلها ليس إلا النمط العمراني وقيمة الحضارة والتراث. حضرات سيادة السادة إننا نسجل نجاح كبير الدور الذي يطلع قطاع التأمير من خلال الوكالة الحضارية لعريش وزان على صعيد هذا الإقليم وكان السيدان والدائم بتعبير أو كل الجهود المساهمة الفاعلة والوازنة في تنمية مجال اليقين عريش وذلك من خلال انخراطها في مجموعة من المشاريع التنموية والدراسات التي من شأن إخراجها وتنفيذها لمساهمة تنمية الاستثمار والرؤية لإطار عيش السكن المحلية. نذكر منها من بينها على سبيل المثال مشروع أخطاء توجيه التهيئة العمرانية للسائلين لإقليم العريش، مشروع مشروع مراجعة تسمية تهيئة لإقليم العريش والذي سمعت كلمة السيد الرئيس أنه تم المصادفة عليه خلال الأسبوع الماضي، مشروع تسمية تهيئة لمدينة صابير، مشاريع تصاميم تنمية الكرتونات العمرانية القروية يعني المراكز التابعة لإقليم العريش، وخطط حضاري للقطبين الحضاريين في عريش وأقصى كبير، مجموعة من مشاريع التهيئة الحضارية والدراسات لإعادة الهيكل المجالية تقوم بمساحتها الإجمالية 580 هكتار. التعاطي الإيجابي مع مجموعة من المشاريع والملفات الإستثمارية ويخفى عليهم أن حجم الرهانات والتحديات المطروحة لتحقيق تنمية مستدامة ومندمجة على مستوى الإقليم يستدعي تضافر جهود كل مكونات الجسم الإداري والمنتخبي والسلطات المحلية وتقديم ترحيات في المسألة الصالح العام والنهج المقاربة التشاركية التكاملية تضمن ارتقائية التصورات والرؤى بغية التغلب على الكراهات التراب المحلية وتقديم الأعمال المجالية وإيجاد حلول ناجعة للإشكاليات المطروحة. وفي هذا السياق وخلال الأسبوع اليومي والشخصي لشؤون الإقليم والتعامل مع كل مؤسسات الإدارة ومصالح خارج الوزارات ليس عني في هذا الباب بكل أمانة وموضوعية إلى أن أشير للعمل الجاد الذي سموه به الوكالة العربية للعريش وزان التي عرفت طفرة نوعية في جيل هام خلال السنتين الأخيرتين والتي إلى جانب تأديتها للمهام المعروضة بها في مجال تخطيط العمران والتدريب الحضري وعلى جسمتها تسعى جائزة عبر عدة مبادرات وعازمة كل الناس على صمود عملها الإداري وتسليم رؤيتها من خلال انخراط مسلسل التحديث وتوصيل المصادر الإدارية وتبني فيها الشراكة مع كافة الفرقاء والمتدخلين في ظل المنظور الجديد الذي نشوفه جميعا الذي يستهدف وضع التعمير وإعداد التراب في صلب استراتيجية التنمية دون تصور لا يقتصر على تطوير المشروع التنمية وإنما يتعدى إلى تحقيق التنمية المفهومية الشامل والمستدام. حضرات سيادة السادة إننا نشير بجهود الوكالة العربية للعريش وزان فإن الصعيد هذه المناسبة لتنمية عمل الطاقم التقني والإداري لهذه المؤسسة من خطط المستخدمين وتسليم جهوداتهم الحديثة الهادفة إلى تسليم